أحب الفن وتعلق به في مرحلة عمرية مبكرة. فواز محمد عبد النبي موهبة غنائية واعدة. ذكرت لقيانا، ذكرت لقيانا، يلي غرامك زاد، يلي غرامك زاد، يلي غرامك زاد. لما تلاقينا، لما تلاقينا صدفة بلا ميعاد، صدفة بلا ميعاد، صدفة بلا ميعاد. في مدرسة ابن الهيثم بمدينة التواهي جنوبي العاصمة المؤقتة عدن، برز الشاب فواز محمد عبد النبي الذي لفت الأنظار بصوته الجميل وموهبته الإنشادية، فحظي بالدعم والمساندة من قبل الأهل والوسط الذي يعيش فيه. كنت تنشد في المدرسة ويعني كانوا يعجبوا بكثير بصوتي، وبعدين كانت ما عنديش فن بالأغاني، كنت بس أنشد. بعدين استكشفت، دربت، كنت بالأفراح، بالبرامج، بالمدرسة، حفلات. شارك في العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والتكريمية كموهبة واعدة لطفل وجد في نفسه موهبة الغناء وبدأ محاولة احترافه في مرحلة عمرية مبكرة. الاشتراكات اللي اشتركت فيها مثل مواهب على الطريق قناة عدن، وفي نشاطات المدارس طلاب الشهرين شاركت في نشاط المدرسين، وفي كمان القلوعة في مدرسة محيرز شاركت كمان نشاطات، في حفل تكريم المعلم، وكمان بالأفراح بالقاعات. مع التدريب المستمر استطاع فواز أن يتمكن أكثر من مقامات الغناء ويفهم لغة الألحان، فغنى في الفعاليات والمناسبات التي كان يدعى إليها، ومع كل ظهور جديد كان يكتسب خبرة أكثر وشهرة أوسع. رأينا بالتلفزيون إنه في مسابقة في ذا، قدمت اشتراكي، كنت يعني ما أعرفش بالقاع، ما أعرفش حاجة، قدمت اشتراكي الحمد لله فزت بأول يعني الدخول، تسجيل الدخول، فزت يعني غنت زي المقطع وقدمت. بعدين حدثوا إنه شلوا الرقم، رقم الهاتف، اتصلوا بي بوقت معين أعتقد. بعدين ذهبت إلى أعتقد شاركنا بعدم مول، في قاعة عدم مول شاركنا فيها، يعني مرينا الحمد لله لما نصف النهاية. شارك فواز عبد النبي في مسابقة مواهب على الطريق التي كانت تعرض على تلفزيون عدن، فأبدع فيها بصوته الجميل وموهبته التي لامست قلوب كل من استمع إليه وهو يغني. إذا حصل باهتمام بالمواهب وتطور يعني الأغاني واهتمام بالمواهب اللي في عدن أو باليمن، يعني بترك أي شيء من لا بتقدم إلى الفن، يعني حتى بدخل كلية فن، أتمنى أن يهتم.
يهتموا بالمواهب اللي في اليمن أو في عدن، يهتموا بالأغاني اليمنية وأن يعني يطوروها ويسمعوها كثير. أتمنى أنه يكون الأغاني عنا حتى بالخارج يعني يطوروها، لما يسمعوا يطوروها يغيروا بلحن تاني يعني مثل الخليج الكويت. يرى فواز بأن المواهب في عدن تحتاج إلى الدعم بصورة أكبر، وأن لا مستقبل للفن ومحبيه من دون اهتمام حكومي، غير أن أحلامه وطموحاته لا تنتهي عند نجومية، بل تتطلع إلى الاهتمام بالتراث اليمني القديم وتجديده لحنا وفنا.